آي 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 يا بنوتي الحلوة، مين مزعلك يا روحي؟ إيه ليش عم تبكي بنوتي حبيبة قلبي؟ ليش عم تبكي ليش؟ تعي 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 أوبلا ياسمينة أنتي. ياسمينة عمري لا تبكي. إيه لا 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 يا روحي لا. تعي يا روحي يلا. تعي 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 أوبلا. بنوتي الحلوة. لا 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 تبكي يا روحي لا لا. من شو زعلانة؟ طلعي وهي جينا على ضيعتنا. عجبتك الضيعة؟ لا 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 تبكي. ليكي شو هالجو الحلو؟ بتعرفي انه صار لي سنين ما اجيت لهون؟ يا روحي اوبلا 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 اوبلا. لا لا يا روحي لا تبكي لا تبكي. بكفي بكي. اوبا 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 اوبا. يا حلوة انتي يا حلوة يا حلوة. اوبا هوب هوب. حبيبتي أمي، أمي. طيب شو بدنا نعمل يا أخي؟ شو بعرفني؟ حاجتك اسكت بقى. ليكو هالبنت. تعي لهون شفتوا كيف هربت؟ رجعت مرة تانية بعد ما هربت. طفح الكيل معه. فكر وقرر بدك تاخد هاي البنت على الدكتور ولا لا. لازم توعيها. شو كل يوم بالليل بدي ينزعجوا فيه بهالوقت؟ أوف هاي البنت مجنونة مثل إمها تماما. سيبال سكتت. بنتي أنت ليش هيك عم تعملي؟ في حدا ما بحبك بهالبيت؟ تخيلي لو أنه صار لك شي، معقول بتهربي؟ اوف منك اوف. حاج تفسد البنت اكثر من هيك. هي مو مرباية سيبال، لازم تاكل قتلة. لا تعملي هيك سيبال. انت سبب كل شيء عم يصير اصلا. بسبب بنتك المجنونة فاقدني هلا. لا تقولي مجنونة. ليك حليم لا تخليني عصب. بسببها بضل مزعوجة.
يا روحي لا عاد تعملي هيك. تعي لا بقى تعصبي امك. بس هي ما بتكون امي. لا تحكي هيك يا بنتي. لما ما بتكون موجود بتضل تضربني، كل يوم تضربني. بصير الامهات يضربوا اولادهم، ضربتني على عيني. لما سالتك قلتي لي انك وقعتي. ماشي تمام يا روحي، اهدي ولا عاد تبكي، لا تزعلي. بابا انا عم اتوجع كثير، لو كانت ماما هون عايشه ما كان حدا ضربني. انا اشتقت لها كثير لامي. ليش امي ماتت؟ الموت مصيرنا كلنا. بابا حبيبي احكي، احكي لي قصص عن امي. كم مره حكيت لك يا روحي؟ احكي لي بس مره واحده. تكرمي رح احكي لك، بس هلا الوقت تاخر. بابا بالاول بدك توعديني انه ما عاد تهربي. بتوعديني؟ اذا بتوعديني انا رح فرجيكي صوره امك. صوره امي؟ بابا ليش انت عندك صوره لامي؟ ايه عندي. وليش لهلا ولا مره فرجتني صوره امي؟ بالحقيقه ما صار لي زمان ملاقيه للصوره. بترجاك تفرجيني اياها لو سمحت. وعديني بالاول. وعد بابا، بوعدك بابا، انا ما عاد اهرب من البيت، حتى اذا امي سيبال ضربتني وعيطت علي ما رح اهرب من البيت. بترجاك فرجيني اياها. أعطيتها صورة أمها. إيه خير ما عملت. شو أعمل؟ ما قدرت. صار لازم تخبرها عن كل شيء. بس شاطرة تقلي اسكتي وانتبهي على حكيك؟ لإمتى بدك تخبي الحقيقة؟ يلا خلينا نفوت ننام، تأخر الوقت. سيبال. شو؟ لا عاد تضربيها، لو سمحتي. شو كأنك رايح ونسيان تترك مصاري؟ 14 رايحة اليوم على السوق، ناقصني اغراض وبدي اشتريهم. 17 بطاقة البنك معك. ايه ما ضل فيها شيء. 21 22 23 شو هاد شو عم اشحد منك انا؟ العمى؟ 25 سيبال انت بتعرفي شغلي دائر، لهيك لازم نضب ايدنا شوي. رح يجي اليوم استاذه لمراد وبدي اعطيه اجار الدرس. سيبال بكير عم مراد لسه، حتى ياسمين ما عم نقدر نعطيها دروس. وانا شو بدي ببنتك؟ يلي بيهمني انه ابني يتعلم، فهمت؟ بدي ابني يتعلم الانجليزي، اصلا هو طالع ذكي مثلي، مو مثل بنتك الغبيه.
شو وين راحت الغبية؟ معقول لساتها نايمة لهلا؟ وينك؟ يا غبية؟ أمي. يا أمي بترجاكي ما تضربي أختي ياسمين. لا تتدخل. بترجاكي غبية. يا أمي. لا يا غبية. حرام. وين أنتي وليه؟ ياسمين؟ لكني هون. شو ما عم تسمعي؟ وين كنتي؟ فكرتك عم تموتي. نبري روحي على المطبخ جلي الجليات. يلا. وأنا كمان رح ساعدك يا أختي. لا تساعدني، أنت صبي ما بتجلي، أنا بجلي. وشو يعني إذا صبي ما بساعدك؟ بالمطبخ. روح حبيبي افتح الباب لأستاذك. يلا امي وينك؟ مرحبا مراد، كيفك؟ وين أمك؟ ماما بالغرفة. إلي حليت وظايفك كلهم؟ إيه أستاذ حليتهم. أهلا وسهلا أستاذ. شو هالأناقة أنسة سيبال؟ كلك ذوق. صار له شوي ابني ناطرك، كل يوم بيقلي قديش بيحبك. على طول بيحكي لي عنك، مستواه بالإنجليزي تحسن كتير. وبيضل بيسألني بالإنجليزي شو اسمك. ما في أحلى من مادة الإنجليزي، ما هيك؟ فيكن تبلشوا بالدرس، أنا رح أقعد بشي زاوية وأقرأ كتاب. عم أقرأ هلأ موسوعة. اليوم رح بلش بالقسم الثاني. رح نبلش اليوم بهذا القسم. حاضر. انتبه. صح هيك استاذ؟ برافو. بظن لسه بدنا شوي لنلاقي العنوان. ما خبرنا حدا، بلكي ما كانوا بالبيت. يمكن هواتفهم معطلة، دقيت لهم كتير وما حدا منهم رد. ها هذا العنوان، لقيناه بسرعة وما تعذبنا، شفتي كيف؟ ألف الحمد لله أنه وصلنا. معقول ما ينبسطوا بزيارتنا؟ لك ليش هيك عم تحكي؟ شو نسيتي إنك بنت حمام؟ بس هالحكي من زمان. شو هالحكي هاد؟ لساتك بتقربي، كمان بنت أختك جوا، يعني هي كمان مو قربة برأيك؟ أنتوا قرايبين، وبالنهاية هو كمان بيكون صهري. إيه معك حق. يلا بقى بلا هالخجل، خلينا نفوت. شوفي قديش بيته الحلو. حس
حسين؟ شوفي والله لو مو خايفة على بنت أختي ما كنت إجيت لشوفها. تعرف شو؟ صار لي ما شفتها من لما كانت صغيرة وبعدين ما عدت شفتها. أكيد كبرت هلأ وصارت صبية. يا قلبي عليك يا أختي. يفضل تسكتي وما تحكي بهي القصص قدام بنت أختك. إيه خلص ما رح أحكي. يلا تفضلوا. بيت مين بدكم؟ نحنا قرايبينه للأخ حليم من الضيعة. هاي أخت مرته القديمة. حليم؟ كان عنا شغل باسطنبول وخطر عبالنا نمر ونسلم عليكم. حبيت مر شوفها لياسمين. ايه تفضلوا أهلا وسهلا. حليم؟ حليم؟ نعتذر إذا أجينا بوقت مو مناسب. لا شو هالحكي تفضلوا. جيت جيت. حسين خديجة أهلا وسهلا. مرحبا. قلنا لحالنا منجي منشوفكن ومنسلم عليكن، وخديجة حابة تشوف ياسمين وتطمن عليها. منيح انكن اجيتوا، مفاجأة حلوة. تفضلوا ارتاحوا. ما رجعت ياسمين لسا؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ هلأ بتجي. ايه كيفكن؟ شو اخبار الضيعة؟ يعني منقول الحمد لله ما في شي جديد. انا ما عاد رحت على الضيعة من هديك الحادثة. كتير انبسطت بزيارتكم لعنا. ها ليك اجت ياسمين، تعالي حبيبتي. صايرة صبية كبرانة كتير. هاي خالتك اجت من يا الضيعة. روحي حبيبتي قديش كبرانة يا عمري انتي يا روحي حبيبة خالتك. صايرة صبية حبيبتي. خالتي الحلوة. يا روح خالتك انتي، لا تبكي يا عمري لا تزعلي. تعالي تعالي عدي جنبي بنوتي الحلوة. ليش عم تبكي؟ لا تزعلي. انت شو عم تعمل هون؟ ولا شي، عم شم هوا. ليكون بدي اهتم بقرايبينك المشرشحين انا؟ البيت كله توسخ بسببهم. امتى ناويين يروحوا؟ وما بيرد علي كمان. شو هاد؟ زعتر. شموا ريحته شو طيبة. قطفت لكم ياهم بإيدي من الجبل. وهي شاي جبلي، فينا نعمل منه شاي كتير طيب. جبت لكم معي كل شيء. خلونا نشوف شو لسه جايبين معنا شغلات كمان. ما بتتخيل قديش بحبوا لهالمسلسل. بالضيعة كل يوم كنت أحضره. خدوا امسكوها شوفوها، بتجنن كتير حلوة. اشتريت جهاز جديد موجود عليه كل قنوات العالم بشكل مباشر. ديروا بالكم. أهلاً أهلاك. حزروا. شو اسمها هي العشبة؟ هندبة. كانت أمك المرحومة تحب هي العشبة كتير، وقت كانت تجي لعنا زيارة على الضيعة كانت تحبها مع الملفوف، وأمك لهلأ لسه بتحبها. قصدي لو كانت لساتها عايشة معنا كانت رح تضل تأكل منها. خالتي احكي لي كمان عن امي. تكرمي حبيبتي بحكي لك. مراد يلا على النوم.
الوقت تأخر. ماما بس أنا وهنا كمان بدهم يناموا. يلا أمي الحلوة، حبيبة قلبي أمي، رح أقوم فرجي صورتك لخالتي. يا أخي مستحيل، قديش بضحك هالزلمة، رح انفجر من كتر ما ضحكت. اطلع اطلع اطلع، شوف شو عم يعمل، شوفوا شوفوا المدخل، شو هاد؟ ليك ليك. خلص حسين، حاجة تضحك. ليش شو صار؟ خلاص طفي التلفزيون بقى، طول ما أنا شغال ما رح نعرف نحكي كلمتين. خلونا نتسلى شوي. أكيد حليم بيكون مشتاق لأخبار الضيعة، صار له سنين ما راح لهنيك، مو صح حكي حليم؟ إيه صح، أحياناً بشتاق للضيعة، بس عندي شغل كتير ما عم بفضى، وخاصة بعد الحادثة اللي صارت. ما حدا عم يفضى، بس لو كان بدك تروح كنت رحت. بس انتي بتعرفي وضعي منيح. انا قايمة جهز لكم التخت. انتي ما فيك تضب لسانك يا خديجة؟ شلون بدك يا يروح الضيعة؟ ليش على اساس بيقدر؟ شو حكينا؟ شو اخباره؟ مثل ما بتعرف وضعها على حاله. ياسمين لساتها مفكرة أنه ميتة؟ لهلأ ما قدرت خبرها الحقيقة، مفكرتها ميتة، بتضل تبكي، زعلانة عليها يا حبيبتي، بتضل دايماً عم تهلوس بأمها كأنها بتعرف أنه لساتها عايشة. ما بتعرفوا شو عم بحس وقدي عم بنقهر عليها وقت شوفها زعلانة. رح يجي يوم وتعرف أنه أمها لساتها عايشة. لا مستحيل، ما بدي تعرف، انتبه انتبهوا تسمعكم لك. ياسمين ليش عم تبكي؟ ليش عم تكذب علي؟ امي ما ماتت وهي عايشة، انا سمعت كل كلامكم، ليش ما قلت لي الحقيقة؟ ليش بابا؟ انا بدي امي، بدي اشوفها، بترجاك خدني لعند امي، بدي اشوف امي، بدي امي بنتي. شو كل هالضجة؟ شو عم يصير هون؟ ياسمين بنتي، بدي حاكيكي بموضوع مهم. كان بدي اشرح لك كل شيء بس كنت ناطر الوقت المناسب. بابا شو السبب؟ ليش تركت لأمي؟ صدقيني هيك كان لازم يصير. وليش ما خبرتني الحقيقة؟ أنا بحب أعرف كل شيء بخص أمي، بدي شوفها وشم ريحتها وعانقها وبوسها. بابا بترجاك خليني روح مع خالتي على الضيعة، بدي شوف أمي. مستحيل يا بنتي. بس يا بابا. قلت مستحيل. ليش لا بابا؟ شو السبب؟ ليش ما بدك يعني شوف أمي؟ هلأ مستحيل، ليجي الوقت المناسب وقتها بتشوفيها. ليش؟ ياسمين بكفي، لا بقى تسألي، هلأ ما فيك، مستحيل. بعدين رح يجي يوم وأخذك تشوفيها، تمام بنتي؟ بابا لو سمحت. بابا أنا كتير بحبك، خليني روح شوف أمي، أنا كتير اشتقت لها.
اهلا وسهلا. اهلين فيكي. وين مراد؟ جوا ناطرك تجي. معجوقين شوي. عنا قرايبين زوجي جايين من الضيعة لهون. تفضل خلينا شكرا. نفوت. يا ريتكم بتضلوا لسه. الشغل ناطرنا بالضيعة وشغلنا هون خلصنا، مشغولين بهالفترة. شكرا لك ما قصرت معنا، نيمتنا عندك واحترمتنا. استغفر الله، شو هالحكي؟ البيت بيتكم. يلا. فيك تتفضل لجوا استاذ. مرحبا. اهلين. شو رايحين هلا؟ ايه مثل مو شايفه. يسلم ايديكي، عزبناكي معنا، الله يبارك فيكي. شكرا على استضافتك وناطرين زيارتكم. ايه اكيد طبعا. سلام. وين ياسمين؟ فيني شوفها قبل ما نروح؟ بظن بغرفتها لساتها نايمة. إذا شافتكم رايحين بتصير بدها تروح معكم. بعد إذنك فينا ناخد ياسمين معنا؟ عذريني هلأ للمرة الجاي. مو حابب هلأ تشوفها وتتفاجأ فيها. مستحيل بعد ما عرفت إنه أمها عايشة وبعد كل هالوقت اللي قضيته بعيدة عنها، مستحيل حدا يقدر يمنعها من إنه تجتمع فيها. هي أكيد رح تشوفها. هالحكي مو وقته هلأ. مثل ما بدك، تأخرنا صار لازم نمشي. تمام يلا. ايه شو كتبتها؟ لسه ضل كلمة. استاذ انا خلصت. ايه خلينا نشوفهم. ياسمين يا بنتي، ياسمين لساتك نايمة؟ صار لازم تفيقي. ياسمين ياسمين سيبال، ياسمين مو هون، ياسمين راحت. كنت بعرف انه هيك رح يصير، قلت لك ما بتعرف تربيها لبنتك، ليك هي رجعت هربت من البيت. يا الله، حتى اني نسيت اخذ رقم تليفون خديجة. ايه، ما عاد فيك تخبي الحقيقة أكثر من هيك، البنت رح تشوف أمها أكيد، الموضوع صار واضح، رح نشوف شو رح تعمل لما تشوفها لأمها. ما في شي مهم أستاذ، كفي ولا تشغل بالك فينا، نعتذر منك. ياسمين 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 يا بنتي وينك ياسمين؟ ياسمين حسين. ايه انا زعلانة كتير ياسمين يا روحي، كانت مفكرة اما ميتة وهلأ صارت بتعرف انه عايشة بس ما بتقدر تشوفها. لو يخليها ابوها تشوفها. أخ منك ومن كلامك، تحكي على كيفك وكأنك ما بتعرفي شي. معقول طفلة بعمرها تشوف هالشوفة؟ بالأخير هي بتضل أمها. بس والله يا حسين ما حدا مثل الأم، مثل المي، مثل الهوى، هي كل شي. والله غادة ما في منها. شفت كيف علاقته؟ أنا حاسة إنه عم تضربها لياسمين. إيه وأنا كأني لاحظت هيك شي. ياسمين ليش هيك عملتي فيني؟ وينك يا بنتي؟
ما بدي اياكي تشوفي امك وهي بهالوضع. كل شي عملته كرمالك وكرمال مستقبلك. مشانك بس ياسمين يا روحي. يا ربي على القصة، سمعتي شي صوت؟ لا. عم اسمع صوت بالسيارة جاي من ورا. ها خلينا نوقف عند هديك النبعة وبتشوف السيارة على راحتك، منغسل وجوهنا ومنرتاح شوي. ماشي. وقف وقف هون. ايه ما فيها شيء. العم على القصة. ايوه. ايوه. خديجة، يا خديجة شو صار؟ تعالي بسرعة لعندي، تعالي شوفي مين بتخبي بالسيارة. شوفي شو صار لك حبيبتي. انت شو عم تعملي هون؟ كيف اجيتي معنا؟ يا الله دخيلك، ماني مصدقة من وقت طلعنا وانت هون. انت منيحة حبيبتي؟ عم يوجعك شي؟ انا منيحة خالتي. معقول بتعملي هيك؟ شلون قعدتي بطبون السيارة؟ أنا بدي شوف أمي يا خالتي. بس هالشغلة أبوكي بيقررها. بس بابا ما بيخليني شوفها لأمي. لا تعدي تطلعي، رح نرجعها. أوف. معقول بعد كل هالمسافة بدنا نرجع؟ إيه منرجع، مو أحسن ما يصير شي؟ لك آخ يا حسين، يصير اللي بده يصير. رح أخذها معي على الضيعة. يلا طلع. لك بس يلا. على الأقل منخبر أبوها، لازم ندق له لأبوها، أكيد باله بيكون مشغول عليها، بيكونوا قلبوا الدنيا هلا. إيه أكيد رح نخبره، أكيد. معك رقم حليم أخذته منه؟ إيه معي رقمه أخذته. إيه امشي. يلا طلعوا بسرعة، طلعوا يلا. يلا حبيبتي طلعي، سكر الطبون. أمريك. مراد؟ شو صاير ابني؟ ليش عم تبكي؟ عم ابكي لاني اشتقت لاختي. وقف بكي، بعدين ياسمين مانا اختك. لا تبكي يا روحي، لا تزعل حبيبي. ايه بكفي. حليم، حليم، موبايلك عم يرن. الو. مرحبا صهر. حسين هذا انت؟ ايه انا. خبرني ياسمين معكم؟ ايه والله يا اخي. ليك ياسمين معنا، كانت بطبون السيارة ونحن رح نوصل على الضيعة. أنا ما بدي، ما بقى فينا نرجع هلأ. بقصد إنه رح ناخدها معنا على الضيعة حاليا، خليها تضل معنا كم يوم. هي جنبك؟ إيه إيه ليكا جنبي. أعطيني إياها. تكرم صهر تكرم. ها ليش هيك عملتي يا بنتي؟ بابا حبيبي أنا آسفة، عملت هيك لأنه بدي أشوف أمي، أنا اشتقت لها كتير. تمام، لا بقى تبكي حبيبتي. بترجاك بابا اسمح لي شوف أمي. أعطيني يا صهر، لا بقى تزعلها للبنت، اللي صار صار. هالطريق ما عاد في منه رجعة، خلاص. بكفي حبيبي لا تزعل، حاش خلصنا. تمام اتفقنا، خليها معكم كم يوم ورجعها على البيت. اتفقنا يا صهر، لا تشغل بالك، رح خليها بس كم يوم. دير بالك عليها ولا تنسى تحكي لها كل شي بالتفصيل. أكيد، ما تهكى الهم أنت. اشتقت لك يا اختي. هي مو اختي حبيبتي، ياسمينتي. بنتك مجنونه، طالعه على امها بتشبهها. يا روحي خلاص. خالتي قولي لي امي بتشبهني؟ هلأ شوفي كيف رح تعرفني أول ما تشوفني، رح تعانقني ورح تبوسني وتحملني. قربت شوفك حبيبتي ماما.
أكيد ماما حلوة مو هيك؟ أمي أحلى وحدة بالعالم. أي حلوة كتير بتجنن. ها شوي تانية ومنوصل. يا سلام. أنا أجيت عم أهلكم. شوفوا مين جبت لكم معي. ياسمين. أمي أمي حبيبتي أمي. ياسمين تعي لهون. أهلا وسهلا. هاي مو أمك، هاي فاطمة خالتك. مين بتكون؟ ياسمين. شو اللي جابها؟ البنت بتعرف كل شيء أختي. ومين اللي خبرها؟ وين أمي هلأ؟ وينها؟ محل ما بتكون دائما، بتلاقيها بآخر النهر. حبيبتي استني شوي، ما رح تعرفي تروحي لحالك. خديجة روحي وراها بسرعة، لا تخلي البنت تشوفها لحالها بهالوضع. استغفر الله. ياسمين استنيني حبيبتي. امي امي حبيبتي. ياسمين ياسمين استنيني حبيبتي. ياسمين ياسمين أمي. ياسمين استني شوي. ياسمين أمي. ياسمين استني. ياسمين هنيك. أمي كتير اشتقت لك. وقعت هنيك أمي. وقعت مني. وقعت هنيك. وقعت مني. وقعت هنيك. أمي حبيبتي أنا معك. يا روحي أنتي أمي، ما بتعرفي قديش اشتقت لك أمي. أمي أنا بنتك ياسمين. أنا بنتك ياسمين. وقعت وقعت وعد. لا تروحي أمي. أمي وعد 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 وعد. حسرتي عليكي يا بنتي. معقول نحن نكون بدنا نفرق بينك وبين أمك؟ يلا نروح على البيت، لازم ترتاحي وبعدين رح خبرك كل القصة. ماشي يلا يلا. ما كانت هيك من قبل، كانت عاقلة كتير، درست للبكالوريا. قلال كتير البنات اللي بيدرسوا لهالمرحلة بتضيعها. كانت واحدة منهم.
أبوكي كان عايش بالمدينة من وقت كان صغير، هو من ضيعتنا. صدفة إنه إجا على الضيعة بالعيد، بوقتها شاف أمك، بعت لها جاها ليطلبوها ووافقوا، وبعدين تزوجوا. وبعد ما هن تزوجوا انتقلوا سكنوا بالمدينة، بس مع هيك ما قطعونا، كانوا يزورونا كل فترة. إجوا كم يوم على الضيعة زيارة، وبوقتها كنت صغيرة. أمي؟ حبيبتي لا تخافي عليها، رايحة على غرفتها، تعالي عادي جنبي. وبعدين بابا ترك أمي لما ضيعت عقلة، مو هيك؟ ما في حل تاني، ما عاد قدر يتحمل هالشي، الحق معه. نحن ما خلينا دكتور، ما رحنا لعنده، وكمان أخذناها على الشيخ، ما لقينا حل، ما ضل عنده خيار. وبعدين راح تزوجنا الخالة سيبال. إيه ما بصير يضل أعزب. حبيبتي يا أمي، بس يا خالتي ما حكتي لي شو السبب اللي خلى أمي هيك؟ خودي إن شاء الله بتكبر وبصير شوفير شاحنة كمان. شو عم تعملي يا حلوة؟ أنا عم حضر الفطور لأمي. هلأ هي بتجي لهون، لا تعذبي حالك حبيبتي. معلش أنا حابة أخذ لها لأمي الفطور بإيدي. صباح الخير أمي الحلوة، حضرت لك أحلى فطور بالدنيا. شوف مراد، هاي بتنلف زكات، هيك بتنكتب، فهمت علي؟ اكتب مثل ما قلت لك. رح اجي اشوفهم بعد شوي. أهلين حبيبي. منرجع لدرسنا. هاي تنلفز كات. برافو.
ألو، أهلين أختي. صهري، دقيت لك منشان خبرك على شغلة. قلي لي، صاير شي مع ياسمين؟ لا ما في شي، لا تخاف، ياسمين منيحة كتير. مبسوطة كأنه أمها عرفتها. والله تحسنت حالتها، تغيرت كتير. إذا بتشوفها هلأ رح تعرف قديش تحسنت بسبب ياسمين. ليك أنا بدي إياك تخليها عنا وقت أطول. لو بتشوفها قديش مبسوطة هلأ. والله ما عاد فيني بعدها عن أمها، خليها عنا لو سمحت. ماشي مراد، خليها، بس بتبعتيها الأسبوع الجاي. اتفقنا، أنت لا تاكل هم. اكتب نفس الشيء أنت. وافق يخلي ياسمين. منيح. وينهم هلا؟ شفتهم وانا جاي من القهوه، كانوا عم يلعبوا ويتمشوا عند النهر. يا حبيبه قلبي ياسمين، مثل الورده. لاحظت انه اختي تحسنت كثير بعد ما اجت ياسمين. ايه؟ صارت وحده ثانيه. ايه، ما حدا مثل غاده، دغري حست ببنتها. بلكي. يا ربي يا كريم يا رب، أنت قادر على كل شيء يا رب العالمين. يا رب تشفي أختي كرمال هالبنوتة الحلوة، يا رب تهديها. آمين. أمي حبيبتي، يلا فيقي قومي. أمي تعرفي شو صار معي؟ مبارح طول الوقت عم شوفك بمنامي، كان حلم بجنن. كنتي فاتحة إيديكي وبدك تضميني وعم تناديلي بنتي، بالأخير عانقتيني. ناديتيلي يا بنتي يا ياسمين. أنا كتير كنت زعلانة وعم أبكي، كنت عم أبكي دموع الفرح. أمي بترجاكي، أنا كتير اشتقت لك، بترجاكي تذكريني، طلعي بعيوني، أنا كتير بحبك قد الدنيا. يا رب تساعد أمي وتتذكرني، أنا كتير بحبها لأمي، يا رب تساعدها. مراد حبيبي ابني، ليش عم تبكي؟ مراد شو صاير لك؟ مراد قلي ليش عم تبكي؟ مراد حبيبي ليش عم تبكي؟ قلي مين زعلك يا روحي؟ حبيبي حبيبي قديش كان يوم غريب، ما توقعت يجي فجأة.
منيح اللي سمعنا صوت الباب. برافو عليك، منيح اللي عملنا هيك. مو معقول. بعد ما رحت على البيت بيومتها ما قدرت اتصل فيكي. ولا يهمك. بسيطة. ايه مزبوط. امي حبيبتي طالعة كتير حلوة، وشعراتك كتير حلوين، وريحتهم كمان بتجنن. امي شوفي ما احلاكي. وعد امي. عليك يا بنتي، كيف رح تتعاملي مع وحده بالعقل؟ وقعت 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 وقعت. بزعلوا من قهر لما بشوف هالبنت، ما كان لازم يخبروه عن حالة امه. حبيبتي شوفي حضرت لك شوربة، يلا بلشي كلي. يلا أمي، صحة وهنا. برافو عليك يا أمي. يمكن اللي عملناه مانو منيح يا حسين، شو رح يصير هلا؟ ياسمين مستحيل تترك امها لحالها بالضيعه وترجع لعند ابوها، وحتى لو راحت ما رح تروح من دون امها. نحن خربطنا حياتها لياسمين، كانت مفكرتها ميته ومكمله على هالاساس، بس هلا صار كل همها انه امها تتذكرها. حاسه انه غلطنا. يعني بشو غلطنا يا خديجه؟ ما فهمت. مو هي سمعت الحكي بأدنيها؟ نحن ما كان لازم نروح لعند حليم. هلا صار اللي صار، والله دائما بيختار لنا الخير، منقول الله يلطف. شو رأيك نخلي ياسمين عنا؟ مرت أبوها ما بتحبها، شو قلت؟ لك أنا ما عندي مشكلة بنوب، إذا وافق أبوها. أمي ياسمين؟ حبيبتي ياسمين؟ خليها لحالها، بس هاليوم. تعالي لعندي يلا. ياسمينتي امي حبيبتي.
تذكرتيني؟ الله عافاكي يا أمي، تذكرتي كل شيء. عملت هيك كرمالك لأنك بكيتي علي كتير، ما عاد تحملت. أنا هلأ صرت أزكى، ما بقى حدا فينه يقول عني مجنونة. بالحقيقة أنا عاقلة كتير، أنا اللي كنت عم أعمل حالي مجنونة قدامه كلياتهم. حتى على أبوكي كذبت، لهيك هو تخلى عني وبعدين راح وتزوج غيري. ماما أنت ليش كذبتي على الكل وعملتي كل هاد؟ بكيت كتير عليكي، كانت مرت أبي تضربني وتعذبني، أنا كتير اشتقت لك أمي. بعرف كل شي حبيبتي وفهمانة، بس أنا كنت أعمل حالي مجنونة. مجنونة مجنونة أمي، مجنونة 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 مجنونة. هي بغرفتها. بس يا خالتي رحت على غرفتها وما لقيتها هنيك. لا تخافي حبيبتي، هلأ بتجي. يلا تعالي افطري معنا. يلا ياسمين لا تخافي، بتكون نواحي البيت، بتكون مثل العادة عند النهر. زليخة شفتي أمي بطريقك؟ شفتها رايحة على طريق الوادي. أمي Ha ha ha!
بترجاكي ساعديني. يا روحي. أخيراً عرفتني أمي، أخيراً رجعت لي أمي. تعي أمي. وأخيراً أمي عرفتني. خالتي خديجة، عمي حسين، عندي أخبار كتير حلوة. يلا تعالوا. شفتي شو صار؟ أخيرا أمي تعرفت علي. كنت رح أوقع بس هي ساعدتني. أمي عم تتحسن، شان الله خديها على الدكتور بترجاكي. أختي غادة؟ يلا ماما ردي عليها. غادة؟ أختي اشتقت لك أختي. يا رب الحمد والشكر إلك. ياسمين يا حزرك، بتعرفي مين في جوا؟ يلا تعالي، يلا لجوا. تعي. بابا. ياسمين اشتقت لك يا روحي. انت امي تذكرتني. هي منيحة بابا، خلينا ناخدها على الدكتور بسرعة. انا كنت رح اوقع من على الجبل بس هي ساعدتني. امي ما انا مجنونة بابا، صدقني. آسف كتير يا غادة، بعتذر منك. كل شي رح ينحل هلا. رجعت لعندك ولعند بنتي. أنا طلقتها لسيفال. لو مهما صار هلا بوعدك ما رح أتخلى عنك مرة تانية. رح أعمل كل شي بقدر عليه لحتى عالجك. Thank you.
gözlerimde görüyorum, her gördüğüme soruyorum. Bulsam seni canım annem, bir kez görsem ölsem annem. Annem annem yandım anne, yandım yandım soldum anne, beni görüp korktum. الجبار المتكبر المتعالي الباري هو المحصي الغفار القهار الوهاب الكبير الجليل الكريم العلي الله أكبر الباسط الحسيب الخبير الشكور هذا صار لي عثمان رجعوا محله عثمان عثمان خلصنا بقى هاي مانا للعب هاتون يلا عطيني اياهم عثمان عثمان لا تلعب فيهم هاتون خلصني شو بدك تعمل فيهم يلا هات هات ايه هاتون أعطيني إياهم يلا يلا هاتون يلا يا شاطر اسمع الكلمة خلاص لا تعاند هاتون هاي إلي لا تعاند هو إله قيمة كبيرة عندي ليك رح أعطيك سكاكر طيبة كتير إذا أعطيتني إياهم يا شاطر يلا شو رأيك عثمان ها طيب ماشي في معي بالكيس تفاح اللي شو رأيك أعطيك تفاحة وتعطيني إياهم هاي التفاحة طيب بتاخدهم كلهم صحتين عقلبك كلهم صاروا لإلك عثمان بلا ما زعلك ليك 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 في عندي أساور تعا تعا خد هاي لو سمحت لو سمحت تعا خد هالأساور قرب عثمان يلا خدها خدها ها قربي داي 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 لو سمحت عثمان استنى شوي اسمعني عثمان اسمعني منيح شو بدي قلك عثمان هاتون هاتون وخد الأساور بدالهم لو سمحت عثمان يلا هاتون هات أعطيني إياهم لو سمحت هن غاليين على قلبي لا تحرمني منهم إذا بتريد هاتون عثمان يلا هاتون الله يخليك هاتون عثمان لا تجنني الله يخليك هاتون عثمان بترجاك والله تعبت وأنا عم بركض وراك عثمان عم بقلك غاليين علي عثمان لو سمحت رجعن وجعت لي قلبي ها عثمان عم بقلك ما فيني استغني عنهم لا تزعلني منك عثمان تعال عندي تعال تعال لا تخاف هاتهم يلا رجعن الله يخليك رجع لي اياهم ليك يلا وين رايح عثمان يلا يلا زدتهم لعندي هاتهم يا بطل عثمان زد زدتهم لعندي يلا يا شاطر شو عملت لا شو عملت يا عثمان شو عملت جحل النهر راحت بالنهر راحت بالنهر الله يسامحك يا عثمان حبيب قلبي طمني انك ما رح تبعد عني يا حبيبي
قبل أن يتم إطلاق النار علي. يا حبيب قلبي خليك جنبي، رح أقضي عمري معك يا روح الروح. يا روحي أنا ليكي حبيبتي، جبت لك هي لتخليها معك، بترد العين عني. ما بحب هيك شغلات. يا ريت أبوكي كان معنا بهاليوم. حطيتي من أنينة العطر؟ طبعا خلصتها أمي، خلي الخطابة ينصرعوا. تقول أن أحد أصحاب المحال التجارية المشاورة. بنتي شو عم تعملي هلأ؟ هن جايين مشانك مو مشان البيت. إلي سنتين ناطرة ليخلص عسكرية، ماني مصدقة أنه جاي عثمان. ها ليكن وصلوا. استني شبك، مو شايفة أني لسه ما جهزت حالي؟ بلبس وفوت. لا بخجل استقبلهم لحالي. روحي ما تخليهم ينطروا على الباب، يلا بسرعة بنتي. ما ضل عنا مي، ممكن تعبي لي لروح اسقي؟ بدك مي؟ جايين ضيوف وعم اهلك لجيب سطل المي من النهر. بس هالابريق خالي. شو رأيك تروحي تعبيها من النهر مو احسن؟ ما عم اقدر اتحرك، شوفي اجري، ما عم اقدر امشي. آه شو هالحكي يا حبيبتي، خلي العالم تشرب أول بعدين منسقي الأرض. عم تاكلي هم الوردات؟ يلا روحي من هون. والله لو بتموتي ما رح أعطيكي نقطة مي وحدة. بس عبي لي هالأبريق لو سمحتي، مشان الله عبيه. وبس الطيب اجري بتشوفي كيف رح صير عبي من النهر. بدي اسقي الوردات أمانة. شو هاد، ما عاد فيني اتحملك. يلا روحي من هون، نقلعي. عبي لي، روحي حاجة نقولة. ليش صوتك طالع؟ هاي بدها مي مشان تسقي، خليها تروح على النهر. نخلع كتفي لجبت الميات. معقول انتي تقلعيها بهيك يوم؟ ما لازم تعملي هيك، الله بيعتبر لك ياها صدقة بنتي. خلص امي ما رح اعطيها. هلا بدنا نشغل بالنا فيها وننسى الخطابة يلي جايين. هدول تأخروا، شو بنغيروا رأيهم؟ لا بنتي شبك، هن بعتولنا أنهم جايين. ايه نسيتي قدي حبوكي لما شافوكي؟ والله وصرت عروسي عيوني حبيبة قلبي. خالة سلطانة، خالة رئيفة، خالة سلطانة. يسلم لي هالوش. خالة رئيفة تعالوا، وينكن؟ وينك خالة رئيفة؟ شبك صادق، شو صار؟ تعالوا شوفوا على جسر النهر، تعالوا معي بسرعة. شو؟ لك تعو. شبك احكي لي شو صار؟ شو في؟ خطابين عملوا حادث تحت جسر النهر. شو؟ اي والله. تعي امي. اجيت بنتي، روحي قدامي. دخيلك حكيتوا الاسعاف؟ ايه حكيناهم لكم جايين على الطريق. يلا يا سيدي على خير ان شاء الله. خالد شربوا مي للشفا. اخ يا ربي. انزلي لتحت يا خالتي. يسلموا. الله يكون معكم. ما بعرف كنت مأسرة، ما بعرف كيف خبطتها، كل الحق علي يا أسماء. ماتت. اللي مين مات عثمان؟ هنيك، روحي شوفي هنيك. يا الله دخيلك. الله لك يا أختي، عم أهلك صلي على النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي دخيلك، عم تسمعيني؟ افتحي عيونك حبيبتي. ماتت المسكينة. هدي يا روحي، يلا افتحي عيونك لا تموتي. يا احكي اي شيء. شو عملت يا ربي؟ شو هاد سويتوا؟ علي اعطوها شويه مي، الله لا يسامحهم اللي مارتوا. يا الله سامحني وخلوها تجي على النهر. هن السبب، هن اللي قتلوها لهالمسكينه.
الله لا يوفقهم، ان شاء الله تنرد لهم باهلهم. يا رب اغفر لي يا رب. شكله كان مستعجل ومأسرع. يا حرام شو صاير بالدنيا؟ شو هذا اللي عم بيصير؟ الله يرحمها مثل الملاك. لك في حدا ما بيعبي شوية مي لطفلة؟ الله لا يوفقهم يا رب، الله لا يسامحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. يا الله رحمتك يا ربي دخيلك. سامحني يا ربي لأني ما ساعدت لهذيك البنت، ما عبيت إلا بريق صغير، ما عبيته. هي ماتت بسببي، ماتت بسببي أنا. غفرانك يا رب، غفرانك. الرحمن الرحيم الملك القدوس سامحني يا رب. يا الله يا أرحم الراحمين. يا رب يا غفور يا كريم اغفر لي. يا قابل التوبة يا عظيم يا غفور توب علي. قبل توبتي يا غفار يا رحيم. يا رب دخيلك. يا الله اغفر لي والله ندمانة. ألو بنتي نرمين، كيفك انتي؟ انا كتير منيحة خالة سلطانة. ليش صايرة ما عم تحاكيني؟ قلقت عليكي. رح ارجع احكي بالموضوع، لازم نجيبك على اسطنبول. سبق وقلت لك يا بنتي انا مبسوطة ومرتاحة بهذا البيت، ما بتركه. ليش يا خالتي؟ قديشك عنيدة؟ شو بدك تضلي عايشة لحالك بهالضيعة يعني؟ اسمعي بنت اختك وما بتندمي، إذا بتريدي لا تخجليني، تعي زيارة. طيب الولاد مشتاقين لك، يومين ما رح نضايقك إن شاء الله. بنتي ماشي، مع السلامة. ما عم ترد، مستحيل قديش عنيدة، مو طبيعية. هي قرايبتي الوحيدة اللي بقيت لي، الباقي كلهم ماتوا. أخ خالتي سلطانة ضلت لحالها 40 سنة، والمسكينة جن الزلمة اللي كان بدها تتزوجها، ومحملة حالة مسؤولية موت البنت، طاقة روحي عليها. خالتي سلطانة المسكينة من بعد الحادثة ما ضل لها حدا يسندها، هي بتطبخ وبتاكل وبتشرب لحالها. كل رفقاتها وجيرانها وقرايبينها هاجروا، أغلبهم سافروا برا البلد يعني. بتضل تقول مستحيل اترك الضيعة، رح أضل هون لحتى موت. عجزت وما قبلت تجي لهون. أنا بزعل عليها، بحبها مثل أمي. هي كبرت بالعمر وختيرت. الغفار بتضلها تقول بستاهل الله عم يعاقبني لأني ما ساعدت البنت. الرزاق لو كنت عطيتها شوية مي، يعني هو بريق صغير ما كان صار شي. بتقول غلطت بحق هالبنت وتسببت بالحزن لعائلتها، ومن وقتها وهي هيك الخافض. وهي لتخلص من عذاب الضمير بتروح كل يوم على التربة ومع بريق مي، بتعمل هيك صيف وشتا من دون ما تتعب. ما بتقول أنا مريضة، يعني مين في بهالقبور؟ عالم ماتوا من سنين، هي بهمة منهم قبر واحد بتروح له كل يوم. خالي سلطانة العلي الكبير البارئ المعين العظيم، السلام عليكم يا أهل القبور. وعليكم السلام الجليل الكريم الرقيم. هذا القبر قديم كتير، هذا اللي بتزوره قبر واحد من أولياء الله الصالحين. باعت خالتي الأرض وصرفت كل حقها تقريبا بس مشان ترمم هالضريح. وفي بحديقة المقام ضريح تاني كمان، هو للبنت الصغيرة اللي ما عطتها المي.
بسم الله. خالتي خلتهم يدفنوها هون، ووصيتها الوحيدة هي إنه تندفن حد قبر البنت الصغيرة. يا رحمن. يمكن تقولوا إن ختيارة مجنونة وعم تخبص بعد يلي صار. خالتي عطت كل شي عندها وضلت مؤمنة. بسم الله. مثل ما بيقولوا كرست حياتها للإيمان، وغرست عصاية هديك البنت على راس القبر تبعها، وكل يوم بتدعي لالله يسامحها ويتوب عليها، وبتبكي فوق قبر البنت وبتضلها تطلع بالعصاية اللي حطتها. برأيها إذا صارت خضرة معناتها الله سامحها على اللي عملته. خالتي ضميرها عم يعذبها، بتروح كل يوم لعند القبر لتقرأ لها الفاتحة. بدك من إشي لسه؟ غرفة الأولاد عملتها أول شي، ونظفت غرفة الأستاذ، خلصت كل شي. تفضلي أجارك. بس هدول كتار. خديهم تستاهل. يسلموا. تعالي يا أسماء، هدول إليك لأنك ساعدتي أمك اليوم. خدي خديهم. شو صار بمدرستها؟ أنت بتعرفي الوضع يا ست نيرمين. طيب في عندي عرض إليك، رح أبعتك لعند خالتي تهتمي فيها. شو قلتي؟ سندية وسعدية بأيام الأخيرة، يبدو ما في أمل إن تجي لهون، ورح أدفع لك منيح وبصير فيك تدرسيها. البنت لازم تروح على المدرسة، حاولي تتحملي فترة، فكري ببنتك. شو عم تعملي حبيبتي؟ قاعدة عم أرسم، بتشوفيها بعدين أمي. ماشي، بعرف إنك ما رح تسامحيني. أنا هلأ عم أقضي محكوميتي، يمكن ما بتعرفي أنا بالسجن ببلجيك إلي 5 سنين، ليك يمكن ما إلي حق أسأل بعد كل اللي عملته معك. تركتك وأجيت لهون ولحقت القمار وانخرب بيتي بسببه، دينت من العالم وما عرفت من وين وفيه. بعدين راحوا اشتكوا علي ولقيت حالي بالسجن، ما قدرت أحكي معك وخبرك. بعرف إنك تحملتيني كتير من قبل، كنتي حامل لما رحت. شو صار ولدتي بعدين؟ شو جبتي؟ إذا ولدتي لازم يكون عنا ولد عمره 9 سنين، مو هيك؟ أمي، من شوي كنت بدي أرسم أبي على الورقة بس والله ما عرفت، وصفي لي إياه مرة تانية. طيب بس قلي لي كيف شعراته؟ كان شعره طويل واصل لتحت كتفه. أمي حكي لي كيف كان لون عيونه. سود. طيب كانوا عيونه كبار؟ كان مربي شواربه شي؟ كيف كانوا سنانه وخدوده؟ ما قلتي لي. يلا حكي لي أمي، بدي أعرف كيف شكل أبي. أمي حبيبتي، كان أبي يحبني مو هيك؟ هو كان يحبك كتير حبيبتي. أنا بحبه أكتر يا أمي. إيه هو كمان بحبك. طيب أيمت رح يجي لعنا؟ رح يجي مو مطول. يا الله شو بدي ساوي؟ حالتك صعبة، بالرغم من كل شي عملنا لك يا مرضك عم يتطور، وانت بتعرفي انه عملنا كل شي بنقدر عليه. شو رح يصير بأسمى بس موت؟ مين بده يربيها؟ يا قلبي شو بدك تعملي يا روحي؟ شو الحل؟ بدي أمنها قبل ما أموت، لازم حلها. رح أبعتك لعند خالتي تهتمي فيها. شو قلتي؟ سندية وسعدية بأيام الأخيرة، ورح أدفع لك منيح وبصير فيك تدرسيها. البنت لازم تروح على المدرسة، حاولي تتحملي فترة، فكري ببنتك. شوفي هالرسمة بتشبه أبي؟ بيشبهه قبل 9 سنين.
ما إله شي صورة عنا؟ بابا حبيبي. تعالي حبيبتي، يلا لازم لنا. يلا حبيبتي تأخر الوقت. أسمى بنتي، منروح محل ما قالت لنا الخالة نرمين؟ نروح لعند الخالة سلطانة. طيب وبابا؟ أبوكي موجود بالمكان اللي رح نروح عليه. عن جد يا أمي؟ إيه حبيبتي، هو خبرني هيك، رح يشتغل هنيك، هو ما في يجي لعنا، نحن لازم نروح. طيب احلفيلي. طبعا حبيبتي. يعني رح شوف أبي وأخيرا؟ رح تشوفي يا قلبي. يا عيني، وأخيرا رح شوفك بابا. أنا بحبك. رح ينبسط بابا بس يشوفني، مو هيك أمي؟ أمي؟ إيه حبيبتي رح يفرح. أنت اشتقتي له لبابا مو هيك؟ أنا بعرف إنك اشتقتي له. أسمى أنت شفتيه قبل، بس أنا ما شفته أبدا. طيب بلكي هو ما حبني. حاجة تعبت حبيبتي، بطني عم يوجعني كتير. وراءك تمام، أعطيني لشوف. تفضل. خير يا سيدي، عم ندور على مطلوبين، أعطونا الهويات. صحيح أمي، شو يعني مطلوبين؟ ناس مو مناح؟ أي حبيبتي، معقول إنه يعمل شي لبابا؟ لا لا تخافي. شكرا لك. توصلوا بالسلامة أخي. الله يسلمك، شكرا سيدي. وين اختفوا؟ غريبة، بدي تفتشوا المنطقة منيح، بتخبرهم يطلبوا دعم كمان، ورجعوا شوفوا المكان يلي قلبت فيه السيارة. أمرك سيدي. معك حق. يا رب. اسناني من شل عقلك هلا، واتن اسنانك. متت من الوجع اخي. اصبر شوي، خلينا نسلم حالنا، ضل لي شهرين ليطالعوني. لو سمحت لا تبهدلني معك، رح يزيدوا لي 10 سنين. طيب بس خليني روح اخلع هالسن. خلاص خلص. كيف بدك تروح؟ نسيت الكلبشه؟ نقطعهم، تعال نحاول. وبشو رح نقطعون؟ تروح على المخرطة شوف الشرطة بكل مكان. طيب سني، عم يوجعني يا أخي، ما عاد اتحمل، ما بقى فيني. ما في عندك حل، تورطت، ما فيك تتركني لحتى أني حساباتي. تركني يا أخي، أنا ما عاد أقدر. لا تنق،
تعال نروح نخلص شغلنا وبعدها منسلم حالنا. تمام أخي، كيف رح تتأكد إنه هالكلب هون؟ متأكد، لولا هيك ما هربت، ما رح ورطك وورط حالي على الفاضي. أنا متأكد موجود هون بالمنطقة، في عنده معارف هون بالضيعة. الله العليم، مين بده يأذي هالحقير ولا شو مخطط؟ وحياتك رح لاقي هالحقير وندمه. أصلاً بسببه صرت بالسجن، رح أثبت للكل إني بريء. يلا يلا امشي. شو رح يصير لي أنا؟ رح عفن بالسجن؟ إذا خلوني 10 سنين رح موت يا أخي. بلاها الله يخليك، لو سمحت خليني روح وسلم حالي. لك اسكت وامشي. تعبت من المشي يا أخي، خلص خلينا نقطع هالكلبشة. يا رب يا رحمن يا رحيم، نحن منكبر ومنعيش برحمتك يا رب. المهيمن، أنت المحيي والمميت، رزقنا الصحة والعافية يا رب. المعين، الحمد لله عم تعطينا أكتر ما منستاهل، شكرا يا رب. يا الله بشكرك على نعمك. يا رحمن أنت الغفور يا رب، اغفر لي. أمي، رح يجي أبي على هذا البيت؟ إيه حبيبتي، رح يجي لهم. يا حفيظ يا الله، حرسنا، لا تتركنا. يا صبور يا رزاق يا كريم، ارزقنا بصبرك يا رب. يا فتاح، افتح لنا طريقنا يا رب، يلي فتحت بواب لقلوب برحمتك وعطفك. ليكني اجيت. تفضلوا. انتي انتي ما ضل عنا مي، ممكن تعبي لي لروح اسقي؟ بدك مي؟ جايين ضيوف وعم أهلك لجيب سطل المي من النهر. بس هالإبريق خالي. مرحبا. الست نرمين بنت أختك بعتتنا لهون. نحنا بس هي ما خبرتك؟ قالت لي. أنا آسفة، تفضلوا يلا، كنت عم بنطركم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، نورتونا. هاي كاسة شاي للأم، تفضلي. يسلموا إيديكي. صحتين وهنا. وهي المي لأسمى. بس أنا ما طلبت مي. لا، أنتي طلبتي، توسلتي حتى أعطيكي. ما بدي أشرب يا خالي سلطانة. زهايمر، آسفة. أسماء، أسماء، اسمك مثل اسمها وحلوة مثلها. أسماء، يا رب كأنها رجعت لهون. سبحان الله. مين؟ ما تقولي إني خرفت، بس أنتوا رجعتوني 40 سنة. 40 سنة خالتي؟ لوقت الجرح الكبير اللي حرق لي قلبي. انسي، أهلا وسهلا، الله يحميكم. انبسطت فيكي يا بنتي، فرحتيني، شو حبيتك يا عيوني يا حبيبتي. أسمع 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 يا بنتي الحلوة. أوه أخي، لو سمحت، وجع سني عم يموتني، بالله خدني على الدكتور. أنا مستعد أرجع على السجن وأتعاقب. سكوتوا لك. ولو سكتت رح يضل يوجعني، دبحني الوجع. أوه.
هو هون؟ ايه بيكون هون. بيشتغل حفار؟ ايه. ليكو طلع الخسيس واخيرا شفته. ليكو رح يطلع بالسيارة. تعال خلينا نمسكه. تكوب يلا. وقف أخي. لك شو عملت يا غبي؟ ها؟ هرب بسببك يا حيوان غبي حمار. وقف على مهلك. على مهلك شباك. أنا مو قدران يا ربي. لك يلا حرك. ليك هون منيح منفوت مناكل. هاي الزلمة لحاله. ايه صح. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا حجي. من بعد اذنك اعطيني خبز وجبنه جوعانين. وبدي مسكن للالام ليخف وجع سني. نحن ما منبيع ادويه. ما عندك دواء رشح؟ معناها روح دور على صيدليه بتناوب. حجي ما منقدر. ضبلنا اللي طلبته مستعجلين. ايه قديش بدك جبنه؟ بس قالب وبدي نص كيلو زيتون. ايه؟ واربع خبزات كمان. طيب فيني اطلب منك طلب اخي؟ بيلتقى عندك منشار؟ ما عندي جديد. في عندي واحد قديم فوق بستخدمه هلأ بجيبه. ماشي. ايه بيمشي حاله. مضطر عليه مشان الكلب. حجي في عندي بوري مصدي معلق بحديدة. جبلنا المنشار يلا بسرعة إذا بتريد. استنوا شوي رح شوفه. رح موت يا أخي. شايف حظنا شو حلو. رح نخلص. عم يجاني. بسوا الشرطة. ليكن صاروا عباب المحل. شو بدنا نساوي؟ وين البياع؟ فوق أخي. بعتني الضابط لجيب له من هون علبة دخان. يلا جاي بس لجيب لهم المنشار اللي طلبوه الشباب. دقيقة. يلا أسرع. خلينا نهرب قبل ما عاد يحس علينا. يلا أخي يلا. بنتي يا عمري والله يا حبيبتي بعمل كل شي مشان ضل معك يوم زيادة كمان. يا روح لأمك. نامت شي؟ خالتي سلطانة أنا رايحة اسطنبول لازم أرجع. خالتي ليش بنتي؟ ليش ما بتضلي معي؟ بدي امشي. لا ما رح خليك تروحي لمحل. خليكي والله لحدكم بعيوني انتي وبنتك. جيتوني تعويض من الله بعد كل هالزمن بعد 40 سنة لحالي. حاسة اني عشت وحاسة انه هالبنت الله بعت لي اياها. ليكي خالتي انا لهالسبب اجيت. رح حط أمانة عندك. ديري بالك عليها خالتي. صدقة بنتي تعدي. قلتلك أنا لازم روح. تعي نروح لعند الدكتور. لا خالتي ما في أي فايدة. أنا عموت يا خالتي. الحمد لله بعت لي ياكي لتديري بالك على بنتي. رح أتوكل على الله بعدين عليك يا خالتي سلطانة. هي ما عندها أب. قبل ولادة أسماء تركني أبوها لحالي وراح سافر على بلد تاني. كان يضل يضربني.
كرهني حياتي. أبوها كان حقير كتير وكان يلعب قمار واشتغل بالحرام، تركني راح وما عاد رجع. وأنا قلت لها إنه أبوك رح يرجع، كنت أمدحه كتير قدامها، كنت مضطرة كذب عليها كل ما تسألني. هي بتعرف أبوها حدا منيح وإنه أبوها بيحبها كتير. جبتها لهون لأنه ما لها حدا، أبوها مو هون، هو بالسجن خالتي. ما خبرت أنه أبوها تركنا، ما قدرت إلا أبدا. وإنتي لا تقلي لشي، لما يطلع أبوها من السجن روحي يحكي معه، قلي له عنا، بلكي بيتغير وبصير منيح معه. يا عيوني وبري قلبي، اسمه رجب، رجب مالكوش. برأيك مرتي رح تسامحني بعد كل شيء عملته معه؟ ايه طبعا، لأنه أنت واحد مظلوم، كان لازم يعملوا فيلم عنك. لو ما كنت غبي ما كنت تركته ورحت وقتها. وجعك أكبر من وجع أسناني. سامحيني يا صدقة، سامحي جوزك الغبي. بعت له رسالة إلا أنك ندمان كتير، إذا قدرت تسلم هداك وقتها بترجع لعائلتك فورا، وأنا بسلم حالي وبنحبس كم سنة. إذا ما مسكنا لسعيد رح نندم وأخسر كل شيء، وما رح يصح لي أطلب من صدقة إنه تسامحني. أنا بس بدي أخلص من وجع أسناني يا أخي. ليكن إجوا. مين إجا؟ إجوا الشرطة. يلا خلينا نهرب. ما لازم نخليهم يمسكونا يا لطفي. اسمعني يا أخي، ليك إذا غدرت فيك يعني بسبب سني بتزعل مني شي؟ أخي إدني عم تحكني وما عم أقدر أرفع أيدي لحتى حكة. تسلم، يسلم إيديك. يا كريم، يا الله، يا رحيم، يا الله. لا تنسي مثل ما قلت لك خالتي، انتبهي عليها، حطيها بالمدرسة. أسماء لازم تدرس، رح تدرسيها ما هيك؟ ايه أكيد يا بنتي. شكرا. دعيلي الله يخليكي خالتي. يا ولي، انت اعلم بعبادك يا ارحم الراحمين. يا كريم، يلي نعمتك ورحمتك واسع السماوات والارض. النور، انت يلي بتنور قلوبنا لما الدنيا بتسود بوشنا. العالم، أنت العالم بباطن الأمور. يا رحيم، أنت أرحم الراحمين، ارحم صدقة وكون معها يا رب. الولي الكريم، النور، الحليم، الرحيم. أمي، يا أمي، وين تركتيني؟ أمي، أمي، ليش تركتيني لحالي؟ ليش يا أمي؟ مو لازم نلاقي بابا؟ مو أنت يلي وعدتيني؟ ما عاد بدي شوف بابا، ما عاد بدي إياه، خليه بعيد. أسمع بنتي،
أمك ماتت، هذا قدرها. معليش هيك الله كاتب لها يا بنتي. يعني ما عاد فيني شوفها لأمي، وما عاد فيني شوفها ولا بوسها. مين اللي رح ينشط لي شعراتي؟ مين اللي رح يمسح لي دموعي هلأ؟ هيك الله كاتب لها. نحن منعيش ليجي يومنا. إن شاء الله رح ترجعي تشوفيها لأمك بالجنة يا روحي. هي كانت رح تحاكي أبي ليجي، وقالت لي رح نجي عالضيعة من شان نشوفه، بس ما وفت بوعدها. رح نلاقي أبوكي، لا تخافي يا بنتي. أمك وصتني فيكي وحطتك أماني عندي قبل ما تموت. هلأ صرتي بنتي يا روحي. أنا رح صير مشط لك شعراتك وجيب لك كل شي بتحبيه، ورح مسح لك دموعك لما تبكي، حتى رح أعطيك المي. من كم سنة سكرت الباب ووشك، بس هالمرة ما رح سكره، رح خليه مفتوح دائما. ولاقي لك أبوكي، بوعدك إني رح لاقيه. حي على الصلاة، رح تشوفي. حي على الصلاة. خلي هاي معك. ما خلصت لسه؟ العفو. شكرا أخي رجب. ما فيك تصبر؟ نداء الطبيعة يا أخي، خلص ما عاد فيي أصبر، هذا من أكل الحشيش. وقت نمسك سعيد رح خليك تاكل أطيب أكل، اتفقنا؟ هو راعي لتفتلنا بين الجبال، ما عاد فيني أقدر أمشي. لو سمحت اسمعني، خليني روح وهرب وين ما بتحب أنت. إذا لقينا منشار رح خليك تروح دغري. مبسوط؟ شو صار لك؟ ممكن تفيدنا، منجرب؟ لك اوعى دير بالك، شيلها من ايدك كبه. هذا انجليزي، لو كان صيني كان انكسر. بلش موسم الكرز. من وين انت؟ انا اسطنبولي، من قاسم باشا. يمكن مرتي لسات هنيك. قديش عمر ابنك؟ 8 سنين ما؟ لازم، ما بعرف اذا صبي. يمكن جاب التوأم. صدقني ما بعرف. ليك أخي، رح نفك هاد. أخي حط لي شي حبة على سني. الشرطة، تعا امشي أسرع. لك شو بدنا نعمل هلا يا اخي؟ رح موت من وجع سني انا، والله السجن احسن لي. بابا حبيبي. يا روحي شو مسكينة. بابا يا روحي. اشتقت لك كتير. اسمعيني، شو رأيك نروح مشوار؟ موافقة بنتي؟ بدي أعرفك على حدا مهم. وصلنا يا عيوني. هون في 2 بحبهم، الكبير بالبيت هو الولي، واللي نايمة بالقبر الصغير الموجود هني أغلى ملاك. خلينا نقرأ شوية قرآن ليرتاحوا، ومندعي لهم كمان. إيه؟ يلا. هاي البنت كانت بيوم من الأيام حارسة لهذا المقام، هي تنطفه وتسقي التربة وتصلي بقلبها الصغير الطاهر، ولحتى تسقي تجيب المي كل يوم من الضيعة. ليكو هاد هو أبرة. ها خدي هاي المي يا بنتي، اجت خالتك سلطانة اللي ما عطتك المي.
شوفي مين جبتلك معي. اسمها أسماء، هي بلا أم مثلك، ما لحدا، وبتشبهك كتير كمان، كأنك رجعتي. شوفي خالتي طالع عرق على العصاية. يا رب بشكرك يا كريم، بشكرك الغفور يا رب العرش يلي أنبت الزرع من العدم، يا مبرد القلوب ومهدي النفوس يا رحيم. سامحتيني يا بنتي، سامحتيني مو هيك. تعرفي شو هاد بنتي؟ هاد عطتني اياه البنت الملاك، ومكتوب هون أسماء الله الحسنى، هي أسماء ربنا اللي خلقنا ورسم لنا حياتنا كلها، هي اللي عطتني الكتاب وبرتاح لما أقرأ، قريته كله وحفظت اللي فيه، ومن وقتها هدي بالي. رح أعطيكي إياه لإلك بنتي، ما فيني أعطيه لأي حدا، أنت بتستاهلي تاخدي، بدي إياكي تقري لما تتضايقي. أسماء الله الحسنى، الأسماء مفتاح السلام اللي بيخلوا الواحد يرتاح. وصتني أمك علمك كل شي بالحياة، لازم أوفي بوعدي اللي وعدتها يا. هالأسماء بتفتح البواب المسكرة، يعني لما تقوليها من قلبك وتحفظيها وتفهمي معانيها كلها، الله بيقبل دعائك. وأمي رح تكون مبسوطة؟ طبعاً يا روحي. وبابا رح يجي لما أقراهن؟ إيه بنتي، منبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الملك الملك أنت الصمد يا الله، كن معنا ولا تدعنا نحتاج إلى شيء. أنت القادر يا الله، أنت مالك الملك يا الله، أنت السميع يا الله، أنت البصير، وجهنا للخير يا الله. يا عارف التفاصيل، أنت العارف لكل كبيرة وصغيرة، أنت يا من تقود عبادك إلى الخير، أنت اللطيف يا الله، يا من تحب عبادك، اجعلنا من عبادك الصالحين، ارحمنا يا الله. أنت الحكيم يا الله، أنت القدير يا الله، أنت السميع يا الله، وأنت الحق يا الله، يا سميع يا بصير افتح بصيرتنا يا الله، يا عارف يا الله، أنت العليم بكل شيء، يا من ترشد عبادك إلى فعل الخير يا الله، يا حي يا قيوم، أنت القوي وأنت القادر يا الله، أنت العالم بحال عبادك يا الله، يا من قوته بين الكاف والنون، القادر على كل شيء يا قيوم، أنت يا أحد، أنت يا صمد، يا جبار يا الله، أيها الظاهر، أنت الأول والآخر يا الله، يا مالك الملك، يا رحمن يا رحيم، أنت المحيي والمميت، أنت العظيم، يا عظيم يا الله، يا كبير يا الله، يا غفور اغفر لنا كل ذنوبنا، أنت المعين يا الله، تعلم ما في قلوبنا، أنت سلطان قلبي يا الله، اقبل دعواتنا وتوبتنا يا الله، أنت من تغفر الذنوب يا الله، وفق هالبنت وسعدها بحياتها يا رب، وكون معها يا الله يا رب، عبدك يا الله، رح أخذك لعند أبوك يا بنتي، الله يقدرني يساعدك. ايه لا تلا، وين المصاري يا اخي؟ بهالزمن المصاري بتعمل لك كل شيء، لا تخاف.
نحن عنا خبرة بهدول الشغلات يا ابن الكلب. اخ سمي ماشي اخي تعال امشي معي لا تغير رأيك. لا تقلق انا بجيب لك هلا في عندي حسابات عم صفيها بدي اقتل كم واحد يومين وبخلص الموضوع عندي لا تخاف انا بحلها. شو نسيت مين بيكون سعيد؟ ما بيصعب علي شيء. سأل الكل عن البعبع المرعب بيحكوا لك عني من لاقي حدا نضحك عليه. في كم واحد هون لازمهم ترباية يا أخي وين ما بروح. بس في حدا هون بده يربيك. حاكيك بعدين حبيبي. رجب سمعت إنك هربت كنت عم دور عليك. تعال أخبيك بمكان ما حدا فيه يلاقيك فيه أبدا ومنفك لك هالكلبشة اللي ملبكتك. شو إلك وحش اشتقت لك كتير يا حبيبي. شيل إيدك يا ابن الحرام أنا جيت قتلك. يا أما بتخبر الشرطة كل شيء يا أما بيتلك بأرضك فهمت؟ تمام رجب شبك إهدى. بسببك انحبست 8 سنين ظلم يا حيوان عأساس كنت تطالعني. أنا شلت عنك الجريمة اللي عملتها أنت انخربت حياتي كلها بسببك. شبك رجب نسيت أني وفيت ديون الإمارة تبعها. أنت جيت وتوسلت لي وعطيتك مصاري هذا كان اتفاقنا أنت اللي قبلت. بس صار في خيانة من طرفك ما كان فيك تطالعني؟ ما فكرت تجي تزورني بالسجن؟ انقلبت حياتي بسببك. ماشي رجب رح نحلها كل مشكلة إلى حل إهدى. خلاص امشي. لطفي خذ الموبايل من جيبة هالحقير. وين الموبايل؟ لقيته أخي. معك شي رقم دكتور اسنان؟ ما في؟ رح شوف. لطفي افتح الكاميرا. ايه اخي صوره فيديو رح يعترف سعيد بكل شي عمله. كيف بفتحه؟ اوه في صورة حلوة. صورة يا اخي بلشت. احكي يلا 1 2 3 بلشت. يا جميل يا الله يا كريم يا الله يا مجيب يا الله يا عظيم يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا مهيمن يا الله يا رزاق يا الله يا عظيم يا الله يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا غفور يا الله يا سميع يا الله يا جميل يا الله يا جبار يا الله يا سلطان يا الله يا حنان يا الله أنت السلام يا الله يا مجيب يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيب يا الله يا متكبر يا الله يا صبور يا الله أنت الحق يا الله أنت الصمد يا الله يا غفور يا الله يا مجيب يا الله يا عظيم يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا باسط يا الله يا لطيف يا الله يا حفيظ يا الله يا حسيب يا الله يا شهيد يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا رب خليني افرح بحياتي انت قادر على كل شيء. بدي اشوف بابا اشتقت له. تعي بنتي رح نروح على السوق. امشي اعترف. احكي بقى. شو احكي؟ قول كل شيء. بيوم 12 تشرين الاول 2002 ببنديك باسطنبول. يلا احكي كل شيء. احكي لي لشوف مين اللي قتل عادل. يلي قوص على عادل كورتلوش هو انا.
لسه في حكي، احكي الحقيقة. شو نسياني يا وسخ ولا ذكرك؟ قول إنه رجب بريء من الجريمة. معلم سعيد، شو صاير؟ في أي مشكلة؟ لا يا أخي، كملوا شغلكم. متأكدين إنه الأمور بخير؟ حاسسكم مو طبيعيين. لا تاكلوا هم، الأمور كلها بخير. يلا، قول ما دخلني. احكي لشوف. يلا يا حقير احكي. طعنتني يا ابن الحرام. انت جنيت يعني؟ شيل السكين من وشي، ما ناقصك جريمة تانية. هلا رح تنسجن 20 سنة كمان. تصطب الشرطة بسرعة يا شباب. اخي لطفي، اخي لطفي. طعني يا رجل. حمل لطفي. ليش حمل. عملت فيني هيك؟ رح موت بسببك. عم توجع يا اخي. دخيلك يا امي. حمل لطفي. اصبر اخي تحمل. ما رح تموت. رح تكون بخير اخي. بعدك رح تطيب. ما كان بدي يصير هيك. آسف يا أخي. ما عم حس إنه سني عم يجعني. لطفي لطفي. آسف أخي، سامحني، سامحني. لا ارفع ايدك ولا تتحرك. استسلم. لا مو انا قتلته. بحلف لكم ما قتلته وما قتلت عادل. انا بريء بريء. استسلم. والله ما راح استسلم. اطلعوا بالسيارة بسرعة. الحقوه. حاضر 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 سيدي. يلا اطلع. ما قلتي لي لوين رح نروح خالتي سلطانة؟ قلت لك مشوار. هلا بتعرفي لوين. اصبري استني على مهلك. لا تستعجلي. اسمع. لا لا سلم حالك. ما راح استسلم. وقف. ما راح استسلم. انا بريء. بطيح حالك. وقف ولا وقف عندك. بعد عن البنت. لا تطلع ولا سلم حالك. مشان الله تركها. اترك للبنت بعد ولا تقتلها. ارجعوا لورا. اخي تركها. ما حدا يقرب. لا تتغابى. ارجعوا لورا. حبيبي الله يوفقك. ما لزم بنتي. نزل السلاح. الله يخلي ما دخلها. الله يخليه. سلم حالك. ما تركت أمامي عندي. والله ما فيك تضل هربان. رح تتعاقب يا رجل. ما فيك تحطي بالسجن. بترجاك تركها يا ما عمل شي. ليش ما عم تصدقوني؟ يلي عم تعمله كتير خطير يا رجب. اسمع تركني عمو. امشي اسكتي بنتي. ما كنت حابب خوفك يا عيوني بس مجبور أعمل هيك. فهماني علي؟ تركني. تخبي. ما
رح أتركك بس يروحوا، بس خليني سير بأمان بالأول. أسماء يا روحي، عم تسمعيني شي؟ وين انتي يا أسماء؟ يا الله ساعدني لاقيها لبنتي، حميها يا الله، احفظها من كل شر ورجع لي اياها بخير وسلامه. بأسمائك الحسنى احفظها يا الله، كون معها، ساعدها يا الله. يا ربي رجعها، بجاه كل مين إله جاه عندك تحمي بنتي أسماء، ساعدني لاقيها ورجعها بخير وسلامه دخيل اسمك يا ربي. أسماء أسماء أسماء. لوين هربتي؟ تعالي لا تروحي. قلت خليكي. تركني، ما رح أهرب منك. سكتي بقى. تعي من هون. خلص اتركني. سكتي امشي. بعد عني. بس سكتي. تعي لهون. شو بدك تعملي؟ ها؟ ادعي. بعد عني. امشي نروح. أنا بعرف المكان منيح. لا تعندي. ما بدي، خليني هون. امشي. قلت لك لا تعندي. فشلتي يا سلطانة، ما قدرتي تحميها وما حافظتي على الأمانة وما أخذتي تشوف أبوها. خلص هلأ انتهى كل شيء. لا، هي أمانة عندي ولازم لاقيها، ما بدي استسلم. الرحمن الرحيم، الوكيل، القدوس، السلام، المهيمن، المقسط، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المقتدر، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الحافظ، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير. شو عم بتقولي؟ شو عم تدعي؟ هي أسماء الله، هي أسماء الله الحسنى. إذا رددت كل الوقت الله بيستجيب لدعواتي. ليش ما رحتي؟ مع أنه صح لك. أنت اللي لفيتيها؟ ها؟ إيه؟ شكراً يا بنتي، بس أنا أخذتك من أمك. لا، هاي خالتي سلطانة، أمي توفت. مو خايفة؟ مو خايفة مني؟
خالتي قالت اللي بيقرأ أسماء الله الحسنى ما حدا بيقدر يضره بشي، الله بيحفظه من كل شر. هي أسماء الحسنى، الله رح يحميك. مع أنك لسه صغيرة بس بتعرفي كتير شغلات. خالتي سلطانة علمتني. يسلموا على المساعدة بنتي. قطفت هدول مشانك، أكيد جعت. أمي كانت تسمح لي أكل منهم. انزلي الشرطة. خليكي تحت، لا تطلعي أكثر. ليش عم يلحقوك الشرطة؟ شو عملت عمو؟ كنت بالحبس وهربت بعدين. ليش هربت؟ وليش حطوك بالحبس؟ ظلم. ليش؟ بتعرفي شو يعني افتراء؟ أنا ما قتلت حدا، قالوا لي إني قتلته وصاروا يعاملوني مثل المجرم. أخ شوفي كيف صرت، هلأ عم بشكي لبنت صغيرة عن همومي. أخ هذا كله غلطي وأنا اللي عملت هيك بحالي، ما لازم تهتمي فيي لأني سيء. لا أنت مالك هيك. ليك هاي صورة بابا. طيب عمو انت عندك اولاد؟ ايه يمكن على الاغلب يكون بعمرك. يعني في عندك ولد؟ لا ما في حدا. اذا طلع عندك ولد رح تحبه يعني؟ اكيد اكيد كنت حبيته. شافونا تعي. يلا اسرع اركضي. ما في حدا جوا. خليك عندك. يا رب يا غفور يا رحيم يا كريم يا رحمن يا رحيم، الحمد لله رب العالمين. يا رب اللهم ارزقني رزقا حلالا وعافي عائلتي. عم تدعي؟ عفوا سيدي. Thank you.
ارتاحوا ما؟ الحمد لله. ايه نفدنا، ما مسكونا. فشلتي يا سلطانة، خسرتي البنت، ما قدرتي تحميها من الدنيا. شو بدك تعمل بعد ما توصلني على البيت؟ رح دور على حل المشكلة. طيب ليش ما بتسلم حالك للشرطة؟ مفكريني حدا سيء. طيب وإذا ما طلعت هيك؟ ما تقلق، الله رح يساعدك. متكل على الله بكل شيء، بس فشلت. ايه توب. خلص بقى، سألت كتير، ما لازم تتدخلي بهالشغلات بنتي، تمام؟ طيب بس كنت حابة ساعدك بمشكلتك يا عمو. مرتي تركتها، أذيتها وزعلتها، رح دور عليها وبدي اعتذر منها. عرفتي قصتي بقى؟ وين مرتك هلأ؟ أوه ما بعرف، ما عندي علم وين ممكن تكون هلأ. تعرفي تكملي على البيت من هون؟ ما فيني كمل معك، بمسكوني. شوفي ليش ما رحتي؟ ردي يا بنت. ما اسمي بنت، انا اسمى. اسمى؟ ليش واقفه هيك؟ يلا ما عم نتسلى. شو هاد؟ اسماء الله الحسنى. اسماء الله الحسنى. انت احفظ الاسماء والله رح يقبل كل دعواتك ورح يفرج همك. بس عندي هموم كتير. وإذا انت جربها وبتنحل مشاكلك كلها بسهولة. أنا حفظتن وبعرف الله رح يقبل كل دعواتي ورح لاقي أبي وشوفه. خدون مني، ما رح تندم. موافق، رح أقراهن مشانك. وقف وقف بسرعة. ليكو لقيناه. حاضر. سلم حالك، وقف عندك، لا تهرب. وقف رجب. عمو هرب بسرعة. بعدي من خلقتي. يلا نحاول بسرعة. يا عمو خذها لهي. حاضر. لا يا عمو وقف رجب، لا تهرب، سلم حالك. يا رب دخيلك يا أرحم الراحمين، يا رحيم، يا الله اغفر لنا يا غفار، يا الله سامحني على أخطائي وكون معي، اقبل توبتي النصوحة وسامحني، أنا بحاجتك يا الله يا تواب. يا الله عفوك، اعفو عني، تعبت. ممكن تجي معي؟ الضابط بده إياكي فوراً. خالتي هاي بنتك. خالتي سلطانة. رجعتي لي حبيبة قلبي. بنتي حبيبة قلبي، ألف الحمد لله على سلامتك. يلا امشي اركبي وراي. نحن عم نلاحق خاطف أسماء هلأ، لا تخافي، الشغلة مسألة وقت وبنمسكه. بعدولا بعدولي هالمجنون من هون. انت مجنون. امشي يلا. طمني رح نمسكه، ما في مهرب وبترتاحوا منه. شكرا لك، عذبتك معي. الحمد والشكر لك يا رب، رجعت لي بنتي أسماء بخير، ألف حمد وشكر. أعطي هالمجنون شوية أكل.
يلا يا عمري تعي كلي لك لقمتين. أسمى أسمى كانوا رح يقتلوا عمو يا خالتي، كانوا رح يصيبوه، هو حدا طيب وكتير منيح. بس ليش يا بنتي نسيتي إنه خطفك؟ بس هو كان منيح معي. تمام فهمت. قربي كلي بنتي، تاكلي بالأول وبعدها بتنامي، وبكرة الصبح منروح مشوار أنا وياكي محل ما كنت أخدتك مبارح. يا أسماء أسماء، أوه فاقت البنت الصغيرة قبلي. أسماء 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 يا الله وين اختفيت؟ جبت لك معي شوية أكل وشرب. يسلم. وكيف اجيتي؟ بنتي؟ مو هكلانة هم خالتك؟ خفت يقدروا يمسكوك ويقتلوك لهيك اجيتي؟ طبعا. ما حدا صدقني، بس انتي بنت صغيرة ما عمرها 10 سنين، ليش؟ انت قريت اسماء الله الحسنى ولا لا؟ خلص يا بنتي يلا روحي، تقلق خالتك. ما بدي. ليش؟ تعا انت منروح سوا. ما فيني روح، رح يمسكوني. خليهم يمسكوك، عمو الشرطة ما بيحبسوا العالم الطيبين اللي مثلك، مانك مجرم. بنتي أنا مطلوب إلهم. بس الله بيحب عباده الصالحين، بيخلي كل الناس تحبك كمان، هيك كانت تقلي أمي. إذا كنت متوكل على الله، الله رح يكون واقف معك. تمام فهمت، روحي. ما بدي روح. ليش عبت عندي؟ ما عاد بدي إياكي تضلي، يلا قومي. ما بدك ضل هون؟ لا ما بدي تضلي هون، خليني لحالي. عن جد عم تحكي؟ روحي بقى خلصينا، تركيني يلا امشي لبرا. ما سمعتي شو قلت؟ يلا طلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الملك. بالغيب يا الله، أنت العارف بكل شيء، أنت اللي بترشد عبادك للخير. اهديني يا الله، أنت بتحب كل عبادك الصالحين. يا عالي يا رحمن، أنت ربي يا الله،
يا هادي يا الله. عم رجب، اسمع بنتي، وين رحتي يا بنتي؟ يا الله هاي البنت امانه عندي، يا رب لا تاخذها مني يا الله. كل يلي بدي اياه تكون مبسوطه يا ربي، لا تحرمني من هالبنت، هي اللي رجعتني للحياه. يا رب ساعدني لاقيها. الوكيل، الكبير، المجيد، الدليل، الهادي، المهيمن، المعز، المجيد، الواسع، الماجد، الملك. خالتي سلطانة؟ ها 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 اسمع بنتي. وين كنتي بنتي؟ قولي لي وين رحتي؟ تفضل. احترامي، المطلوب رجب اجى مشان يسلم حاله. فوتوه. فوت يلا. قلنا 15 يوم عم ندور عليك بين الجبال والضيعة، وانتزع كذا جهاز عنا. أنا ضابط وعلموني بالدورة صلح هالشغلات، وهلأ رجع جديد. اجيت لتسلم حالك بس ما عاد بدنا إياك. فكوله الكلبشة. بأمرك سيدي. ليش متفاجئ؟ عم أمزح. إلي 15 يوم ما عم نام الليل بسببك، بدي سامحك. في شوت حكوا يلي صار معك وصرت بريء. شوت؟ شو مين هنن؟ في عنا هذا الدليل بهذا الفيديو، كل شيء واضح. جيب الشاهد. حاضر. اعترف بكل شيء، احكي احكي يلا اعترف. يوم 12 تشرين الاول 2002 منديك باسطنبول، ما ناقصك جريمة تانية. هلا رح تنسى 20 سنة كمان. شايف لطفي؟ رجب مالك ميت؟ لا أخي أنا ما بموت بهالسهولة، عالجولي جرحي بالمشفى. الحمد لله يا أخي الحمد لله. أمهلك أخي رجب، خلصت من وجع الأسنان، ما بدي ينفتح جرحي هلا. شكور لطفي، حكالنا كل شيء وبسببه بتقدر تطلع. انت براءة. شكرا يا اخي. ليك خليتها ذكرى معي. اخي الغالي. يلا تعي بنتي، ليش طولتي؟ ايه انا متأكدة رح تنبسطي بهي المفاجأة. صرت حر، رحت سلمت حالي واكتشفوا اني بريء، مسكوا القاتل الحقيقي، اطلقوا سراحي بعدها. واجيت حتى اشكرك يا بنتي،
لو ما وقفتي معي ما بعرف شو كان صار. سمعت نصيحتك. قريت الكتاب وحفظته، سلمت أمري لله ورحت على المخفر. الله باركني ووقف معي، أنقذني لأني لجأت له وقلت أسماءه الحسنى. شكراً يا بنتي. بس هالكتاب لإلك. صار الوقت دور عائلتي، لازم أعتذر لهم. لقيت جزدانك والمقام. هاي مرتي اللي رح أعتذر منها. شوفي شوفي بنتي، هاي صورة أمي واللي جنبها مرتي. يعني أنت بنتي بابا؟ بابا حبيبي. كانت صدقة حامل وأنت يا ربي دخيلك، ما عم صدق بنتي بابا. بابا حبيبي. أسمى هي بنتك يا ابني، إما المرحومة حطتها أمانة عندي. ليش ماتت؟ هي جابتها لعندي وكانت عم تحتضر بوقتها وحطتها أمانة برقبتي. الحمد لله إنه لقيناك وشافت أبوها. هي سامحتك قبل ما تموت. بنتي اللي بدها إياه منك إنك تربي بنتك وتهتم فيها، رح تضل معها. الحمد لله اللي جمعكم ببعض. الله يبعث لكم أيام حلوة ابني. بنتي يا روحي يا رب يا الله، ألف حمد وشكر لك يا ربي. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.